اهلا البنات، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى كاملين تكونوا بخير وعلى خير. مرحبا بكم في القناه ديالي شيوات الموافق. اليوم ان شاء الله غادي نحضر معكم بيتزا صغار كيجيو رائعين شكلا ومذاقا. ما نطولش عليكم، غادي ندوز المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 2 كؤوس ديال الدقيق الابيض، عندي ملعقه كبيره ديال خميره الخبز، عندي الملح، ثم ماء دافئ. اول حاجه غادي نضيف الدقيق، من بعد غادي نضيف عليه خميره الخبز، ملعقه كبيره ما تكونش عامره بزاف. الان غادي نضيف الملح، تقريبا ملعقه صغيره ديال الملح. غادي نحرك المكونات حتى تنسجم ليا، من بعد غادي نخلطها بالماء حتى تجمع العجين. نحاولو من نقصحوهاش تبقى مرخوفة هكذا باش كتنجح لينا هاد البيتزا. صافي، من بعد ما جمعتها دابا غادي نغطيها من بعد ما جمعت العجين غادي نغطيه بفيلم اليمونتيغ حتى يختمر ليا. تقريبا احتاج ليا 20 دقيقة. غادي نبدا دابا باش نوجد الحشوة ديال البيتزا. عندي الفلفل الاحمر والاخضر، عندي قزبر ومعدنوس، عندي بصلة مقطعة، عندي 3 ديال الطماطم محكوكين، عندي التوابل الكركم، الإبزار، الملح، الزنجبيل، ثم الفرماج، الموتزاريلا، ثم زيت الزيتون. غادي ناخد مقلاة غادي نوضع فيها زيت الزيتون، غادي نوضع فيها البصل، غادي نوضع التوابل تقريبا نصف ملعقة من كل حاجة، الكركم، الفلفل الأسود، الملح، ثم الزنجبيل. غادي نوضعها فوق نار متوسطة ما تكونش مجهدة بزاف حتى تشرمل ليا هذيك البصلة مزيان. من بعد غادي نضيف القزبر ومعدنوس وغادي نحرك الكل. من بعد ما طابت البصله غادي نضيف الفلفل الاحمر والاخضر. صافي، غادي نحرك جميع المكونات حتى تصهد ليا هذيك الفلفله. من بعد ما تصهدات دابا غادي ندوز باش نوجد صوص طوماط. غادي نوضع زيت الزيتون، غادي نوضع الطماطم ديالي، غادي نوضع عليها الفلفل الاحمر، ثم القليل من الملح، وغادي نحرك المكونات. صافي، من بعد ما طابت دابا غادي نبدا نوجد في البيتزات. هنا كيكون العجين اختمر ليا، غادي نشكلو جزيئات صغار على شكل دوائر. عندي هنايا الدقيق الابيض، غادي ندهن القصرية. صافي، وغادي نبدا نشكل في الدوائر ونقطع بهذاك الطابع اللي عندي. غادي نحاول ندلكها مزيان حيت كيف ما عرفتو دايره الخميره ديال الخبز، ما خصنيش نخليها غليظه بزاف باش ما تجينيش منفوخه. صافي، غادي نقطعها بهذا الطابع وغادي نوضعها في لاطه ديال الفرن، وغادي ندوز باش نشكل الجزيئات الثانيه بنفس الطريقه اللي شكلت بها الاولى.
الا بغيتو تستخدمو الدقيق الاصفر ماشي مشكل، على حسب الاختيار انا استعملت الدقيق الابيض. صافي غادي نشكل دائره وغادي نوضعها في اللاطه ديال الفرن. هنا من بعد ما ساليت الميني بيتزا غادي نوضع عليها ثقوب كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. ما تكتروش بزاف، فقط ثقوب قليله. صافي دابا غادي نبدا نضيف عليها صوص طماطم. نحاول ندهن الجوانب كلها باش ما تجينيش شي بلاصه ناشفه. غادي ندهن الخبيزات ديالي كاملين. من بعد ما ساليتهم دابا غادي نبدا نوضع فرماج الموتزاريلا هو الاول. نحاولوا ما نكتروش من التحت، نخليو الكثير يجي الفوق. هنا فقط باش تلصق لي هذيك الفلفله ومع البصله. صافي من بعد ما غادي نساليهم كاملين غادي ندوز باش نوضع الحشوه. من بعد ما ساليتهم كاملين دابا غادي نوضع نبدا نوضع في الفرماج ديال الموتزاريلا من الفوق. غادي نوضعه من جميع الجوانب. الان غادي نضيف قطع الزيتون الاسود الا كانوا متوفرين، ما كانش متوفر ما كيلاش، فقط للتزيين كيف ما كتشاهدوا في الفيديو. الا ما كانش متوفر الزيتون الاسود تقدروا تستعملوا الزيتون الاخضر اللي كيكون مقطع بحال بحال. صافي من بعد ما غادي نساليهم غادي نوضعهم في الفرن. تقريبا كيحتاجوا لي 20 دقيقه ديال الطياب. انا كنهضر على فرن غازي وهذا هو الشكل ديال البيتزات دياولي. بصراحه كيجيو رائعين شكلا ومذاقا. كنتمنى الفيديو يعجبكم، وإلا عجبكم ما تنسوش بارطاجيو مع احبابكم وصحابكم، وإلا كنتو جداد ضغطوا على زر الاشتراك وفعلوا الجرس باش توصلوا بكل جديد. السلام عليكم.